أحسن الله إليكم. السائل في نعيم يقول: في يوم من الأيام كنت غضبان وصار بيني وبين زوجتي خلاف وأنا غضبان، فخرج مني هذا القول: أنت حرام علي كظهر أمي، وزوجتي هذه لا تدرك ما أقول وأنا غضبان، فقد خرج من لساني وأنا أخاف الله، ماذا أفعل؟ هل علي كفارة؟ نعم، إذا قلت أنت علي حرام كظهر أمي فهذا ظهار، تجب به كفارة الظهار التي ذكرها الله بقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة الظهار على الترتيب: أولا عتق رقبة، فإذا لم يجدها أو لم يجد ثمنها فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، بمقدار 1.5 كيلو لكل مسكين. نعم.